بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا التوجيه القرآني والتوجيه النبوي، نحن اليوم في هذه المرحلة في أمس الحاجة إليه. صحيح إن معركة السلاح صحيح إن معركة السلاح قد توقفت، لكن هناك معركة أخرى هي أشد وأقسى قد بدأت الآن، وهي مرحلة البناء، بناء الدولة وبناء الأمة. نريد أن نبني بلدنا على أسس مسلمة صحيحة، نتخلص فيها من كل سلبيات الماضي. الأمر بوحدة الصف وجمع الكلمة لازلنا في أمس الحاجة إليه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا يصب في موضوع المصالحة الوطنية، المصالحة بين جميع أفراد الأمة. علينا أن نعلم جميعاً أن الحرب التي خاضها الشعب الليبي ليست هي موجهة ضد شخص، ضد قبيلة بعينها، ولا ضد بلد بعينها، ولا ضد شخص بعينه، وإنما هي ضد الظلم. نحن لا نكره الناس لذواتهم، وإنما نكرههم لما فيهم من الظلم والاستبداد والقهر وقتل الناس وسلب أموالهم ودمائهم وانتهاك حرماتهم. فنكره في الإنسان عمله السيء، ونحب فيه عمله الصالح. وذلك على جميع إخوتنا في كل البلاد، في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، عليهم أن يعلموا أنهم جميعا إخوة، وأنهم أهل بلد واحد، وأن البلد تسعهم جميعا، وأن الخير سيعمهم جميعا. لكن عليهم ألا يتعجلوا، عليهم أن يسلكوا السبيل الصحيح، عليهم ألا يتعجلوا قطف الثمار، فإن كثيرا من النفوس وقد جبلت على ذلك، بها جشع وبها حرص، وتظن أن الأمر سيستمر كما كان في السابق. من يسبق يسبق، من يغنم يغنم، من يعمل تجمعات أو يعمل تحزبات أو يعمل تكتلات ويعمل بالخفاء فإنه قد يتحصل على ما يريد. أقول لهم: هذا الأمر بإذن الله لن يقع، لأن هذه الثورة لم تقم إلا على الظلم، لم تقم إلا على الاستبداد، ولا بد أن يحل محلها العدل والحق والاستقامة. الطريقة التي كانت في الماضي لا نريد أن نكررها، لا نريد أن نكررها بصفة آخر، وإنما نغير الأسماء فقط. مسألة الاختيارات اللجان الشعبية والتكتلات والعصبية والقبلية، وهذا من المكان الفلاني وهذا من الجهة الفلاني، لأن إذا سلكنا هذا السبيل حتى لو سميناه باسم آخر نحن لازلنا كما كنا، ونحن بذلك قد أسأنا إلى كل الدماء التي
أزهقت في هذه الثورة المباركة، وأسانا إلى كل الجرحى وكل الذين يعانون الآن، قطعت أطرافهم ولا زالوا يتألمون، فإذا رأوا الأمر كما هو عليه في السابق، وإنما الذي تغير هو الاسم، فإن في ذلك جحوداً وكفراناً وإهمالاً وعدم مبالاة بتضحياتهم جميعاً، لابد أن نتيقظ لذلك. ولا يمكن أن يستقر الأمر، ولا يمكن أن يستمر، لأنه إذا مضى هذا الأسلوب وهذا السلوك في الاستيلاء على المال أو الاستيلاء على السلطات أو العصبية أو القبلية، فإن البلد لا تستقر، لأنه كلما جاءت جماعة تحس بأنها قد ظلمت وقد غبنت، وستأتي جماعة أخرى وتتغلب عليها، ويستمر القتل ويستمر الدماء وتستمر الفتنة. نريد أن ننبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أن التقاتل بين الإخوة الآن في ليبيا في أي مكان حرام، لا يجوز شرعاً. القتال الذي كان في سبيل الله والذي يموت فيه نرجو من الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء إذا خلصت نيته وصلح عمله، هذا قد انتهى الآن. القتال الذي يجري الآن إذا أثاره بعض الذين يريدون إثارة الفتن، لأنه لا شك أن هناك أناساً يتضررون من قيام هذه الثورة، لأنهم سفكوا دماء أو سلبوا أموال وسرقوا وارتكبوا المعاصي ولاحقوا الأبرياء وآذوهم، هؤلاء سيتضررون، لكن نحن نطمئنهم أننا لا نستعمل الأسلوب السابق. الشعب الليبي يطمئنهم أنه لا يظلم أحداً، حتى الظالم لا يظلم، وإنما يؤخذ إلى العدل وإلى الحق، فإن ثبت عليه الحق بالوسائل الصحيحة والإثباتات الشرعية يقتص منه بحسب جريمته بحسب ذنبه بحسب ظلمه، لكن لا يزاد على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالعدل، وفوق العدل يأمرنا بالإحسان. فلا يتوقع إنسان أو لا يخاف إنسان بأنه ستنتهك حرمته. صحيح أن هناك بعض التجاوزات قد تحصل، لكن هذه التجاوزات هي تجاوزات فردية، والمسؤول عليها هو أصحابها، الثورة ليست مسؤولة عليها. وعندما تقوم الدولة كل من له الحق لابد أن يقوم به ويطالب به ويقتص من الجاني، حتى لو كان الجاني هذا من أبناء الثورة. الآن بعض الثوار قد يخطئ، لأن الناس ليس هناك أحد معصوم، لا أنا معصوم ولا أنت معصوم ولا هذا معصوم، كل الناس قد تقع منهم الأخطاء، لكن من يرتكب خطأ ويقع منه خطأ يجب أن يتحمل مسؤوليته إذا ثبت عليه، لكن لا نأخذ أحدا بالتهمة هكذا وبالكلام المجرد وبالإشاعات، فإن الإشاعات من أخطر ما تكون. وعندما نقول لابد من العدل حتى مع الظالم، بمعنى أنه لو اعتقل إنسان بتهم أنه قد أساء وارتكب المخالفات في النظام السابق، يجب أن يعتقله الناس بالصفة الشرعية القانونية، لا يؤذى أحد ولا يعذب أحد ولا يعتدى على أحد، إن كان جريحاً يعالج يطعم الطعام ويعيش حياة لائقة بالمعتقلين وبالمسجونين، لكن لا يعتدى عليه ولا يظلم. إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمطلوب الآن بالإضافة إلى قامة العدل المصالحة بين الناس، ومعنى المصالحة بين الناس المصحوبة بالعدل، لأن المصالحة لا تثبت ولا يصلب عودها إلا إذا وقفت على إقدام ثابتة وأرضية ثابتة صحيحة. عندما يقام العدل تكون المصالحة مطلوبة، المصالحة مع عامة الناس، كل من يرتكب
من لم يرتكب جرما ولا إثما يجب أن يقبله الناس وأن يعامله معاملة حسنة. وهناك نقطة مهمة لابد من الانتباه إليها، ليس كل الناس الذين كانوا يعملون مع النظام السابق ليسوا كلهم مذنبين ولا كلهم يجب أن ينتقم الناس منهم أو يعتقلوهم. هذا السلوك وهذا الفهم قد يفسد علينا الأمر كله، وأرى أن هذا هو السبب أن كثيراً من الخبرات والتخصصات وخصوصاً في تخصصات الأمن، ضباط الشرطة وضباط الأمن بصفة عامة، نلاحظ أنهم تأخروا الآن عن الالتحاق بأعمالهم لأن نسبة كبيرة منهم تخافوا من الانطباع العام لدى الناس أن كل من كان يشتغل في الأمن في الوضع السابق أو في النظام السابق أن يعتقدون أنهم جميعاً مذنبون أو أنهم يعني لا يحترمهم الناس. هذا فهم خاطئ يجب أن نغيره. كل إنسان مسؤول عن عمله وحده، ما في واحد يتحمل مسؤولية إنسان آخر. هذه نصوص القرآن، الله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فكيف نحرم من خبرات كانت لها يعني تاريخ حافل بالمعلومات وبالخبرات؟ نحن في أمس الحاجة إلى أهل الخبرة وإلى أهل المعرفة، لأن البلد إذا كان يقودها ناس ليس عندهم خبرة وليس عندهم تجربة، حتى ولو كان عندهم إخلاص سوف لن يصلوا بنا إلى الوضع الصحيح الذي نريده والوضع الأمثل. لابد مع الأمانة مع الديانة مع المروءة لابد أن يكون من يتولى المنصب صاحب خبرة وصاحب معرفة وصاحب علم. هناك نسبة كبيرة من الضباط سواء في الشرطة وفي غيرها من رجالات الأمن كانوا مع الثورة، كانوا وإن لم يعلنوا انشقاقهم مبكرا فإنهم كانوا يعينون الثوار وكانوا سندا لهم وكانوا يوصلون لهم المعلومات المهمة التي تحمي الثوار وتكشف عورات الأعداء. هؤلاء كيف نخسرهم؟ لا يجوز أن نخسرهم أبدا، لابد أن نقربهم، لابد أن نعتني بهم. الآن تجد هناك انطباع من الناس أن كل من هو صاحب رتبة في الشرطة يحتقر، حرام عليكم، اتقوا الله في هذا. لابد أن نراعي في الناس حقوقهم وننزلهم منازلهم، ولا يجوز أن نظلم أحد. الثورة لم تأتي للظلم، أتت لإقامة الحق وإقامة العدل. وأكثر ما يفسد الثورة ويفسد المسار الصحيح هو القيل والقال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نأخذ أحدا بالإشاعة ولا بالتهمة التي ليس عليها دليل. وإشاعة الكلام الكلمة التي يلقيها إنسان غير مسؤول مجرد أن يقول هكذا ويلقيها على عواهنها قد تهوي به في النار 70 خريفا. الكلمة أخطر من السلاح. أنت قد تقتل برصاصة رجلا واحدا، ولكن قد تقول وتتفوه بكلمة يقتل بها الآلاف، تنتشر انتشار النار في الهشيم وتشعل فتنة، وتبدأ المسألة صغيرة ثم تشتعل وتلتهب كما رأينا. وهذا ينبهنا إلى مسؤولية الإعلام. الإعلام مسؤوليته عظيمة ومسؤوليته كبيرة ومسؤوليته خطيرة، فإنه إذا كانت الكلمة بناءة صادقة مخلصة فإنها تصلح إصلاحا لا مدى له، وإن كانت الكلمة مدسوسة أو كانت الكلمة غير صحيحة فإنه تقع معها فتنة عظيمة ومقتلة كبيرة وفتنة لا يعلم حدودها إلا الله تبارك وتعالى. فالإعلام لابد أن ينتبه إلى هذا الأمر. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا يتضمن قول السديد هذا
أن يكون حقا عدلا خالصا لوجه الله. هذا معنى القول السديد. ما هو القول السديد؟ أن يكون حقا عدلا لا جور فيه ولا ظلم على أحد، أن يكون خالصا لوجه الله، لا يقول الكلمة من أجل أن يقرب فلان أو يبعد فلان أو ينال من فلان أو يشوه سمعة فلان أو ينحاز إلى جهة، إلى هذه المدينة أو إلى تلك المدينة أو إلى تلك القبيلة. الذي أوجه أصعب ما تواجهه هذه الثورة هو الانحيازات والقبلية والجهوية التي غرسها النظام السابق في نفوسنا، هذه لابد أن نتخلص منها. البلد كما قلت لكم تسع الجميع، وبفضل الله خيرها كثير، والناس الذين يأتون نؤمل فيهم خيرا، لكن لا نريد أن نستعجل قطف الثمار قبل أوانها. هذه الدولة ستكون شجرة ظلها وارف يستظل به الجميع، وثمارها ستكون يانعة سيأكل منها الجميع وستعم الجميع، لكن إذا استعجلنا الأمر قبل أوانه وكل واحد صار يتصرف بطريقته ويفهم فهما خاطئا أنه إن لم يسرع الآن ولم يستولي الآن على المكان الفلاني أو على المنصب الفلاني أو على المبنى الفلاني فإنه سيهمش، هذا كلام خاطئ، هذا كلام فيه غبن كبير وجحود لدماء الشهداء ولهذه الثورة العظيمة التي ضحت تضحية لا نظير لها. لا يمكن أن تكون مفاهيمنا بهذه الصورة، لابد أن نعرف أن الأمر لابد أن يستتب النظام ويستتب الأمن وتسلل الأمور إلى أهلها، ومن يتولى لا يهمنا، سواء كان من هذه البلدة أو تلك البلدة أو من هذه القبيلة أو تلك العائلة، لا يهمنا إذا توفرت فيه الشروط الشرعية وهي الأمانة والديانة والخبرة والكفاية، وشرط آخر ألا يكون من الحريصين على السلطة وعلى التسلط أو على جمع المال أو على الحصول على الشرف. هذه الشروط لابد منها، نرجو ونأمل وهذا الذي نتوقعه ونؤمله، أن يكون أهل السلطة فينا من هذا الصنف، وكذلك ألا يكون فيهم إنسان ثبتت عليه جنايات قتل للناس، متورط في قتل الناس أو متورط في سلب أموال الناس وسرقتهم أو متورطا في أعمال من شهادة الزور وملاحقة الأبرياء والنفاق والكذب. إذا راعينا هذه الأمور وهو الذي نأمله وننتظره بإذن الله، فإن الناس جميعا سينعمون بخيرات هذه الثورة وسيصلهم خيرها، لكن لا تستعجلوا، الاستعجال يؤدي بنا إلى إفساد جميع ما عملناه، وتضحياتنا كلها تذهب هدرا. يصير مثلنا مثل إنسان بقي عاما يحرث ويزرع وينقي ويسقي ويغرس ويتعاهد الثمار ويجمعها، ثم بعد أن جمعها وصارت كوما واحدا هكذا أشعل فيها النار، هكذا يكون مثلا. إذا كان لا استعجلنا على قطف الثمار وصرنا نتنافس على الدنيا ونتناصف على المنصب ونتناصب على الشرف، هذا هو مصير الثورة، وحينها لن يربح أحد، لن يكسب أحد، لن يكسب أهل بلدنا ولا البلد الشرقي ولا الغربي ولا الشمالي ولا الجنوبي ولا القبيلة الفلانية، لأنه إذا عم القتل وعمت الفتنة الجميع سوف يكتوي بنارها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وإرشاده وتوجيهاته ووصاياه كلها هدى ونور، إذا تبعناها اجتزنا هذه المرحلة بسلام وأمن. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الحرص على الإمارة، في أحاديث صحيحة كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة لأن الإنسان يفرح بها إذا أسندت إليه ويحس بالمنصب ويحس بالرخاء ويحس بما يعطيه المنصب من مزايا ومن خيرات، لكن يقول بئست الفاطمة، حسابه عسير، لأنه سيعزل يوما ما كما عزل من قبله، وحين يعزل لابد جميع أعماله تكون
محصاة عليه، لا يفلت من شيء، حتى لو فلت من مساءلة الناس في الدنيا فإن كل أعماله قد سطرت عليه وهي مكتوبة، ولا يمكن لأحد أن يمحوها، ولا يمكن لأحد أن ينساها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا، ويقول تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لا تخفى على الله خافية، لا صغيرة ولا كبيرة، وكل صغير وكبير مستطر، كل أشياء هي مسطرة، كلها مكتوبة، ما في فرصة الإنسان يقول لا نعمل حاجة ولا يطلع عليه أحد. هذا أمر لابد أن نفهمه جيدا، لأن السجل سيكون معبأ ومثقل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا عليه ملك. رقيب عتيد ليس معناه أن هناك ملكان يكتبان، وإنما هو ملك رقيب يعني مراقب، وهذا الملك المراقب هو عتيد، هو متمكن من عمله، لا يغفل. يعني ليس هناك مثل أعمال الناس في الدنيا، الإنسان يغفل عن شيء ويكتب شيء ويترك شيء، وإلا يأتي شخص ويصيب شيء ويقول هذه سيبها ولا هذه اكتبها ولا ما تعملهاش وكذا، لا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وذلك الناس مسؤولون عن أعمالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الحرص على الإمارة سيكون ندامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة، نهاه عن يحرص: لا تحرص على الإمارة، فإنك أو لا تسأل الإمارة، فإنك إذا سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. معيار واضح ثابت، إذا أنت كنت متطلع للإمارة وتريد أن تكون مسؤولا، وعندما نقول الإمارة ليس معناه أن تطلب أن تكون رئيس دولة ولا رئيس مجلس الوطن الانتقالي ولا وزير، بل تكون مسؤول. أي مسؤولية فهي إمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول. حتى الرجل في أهل بيته راع فهو أمير فيه، حتى الرجل في بيته على أهله وأولاده هو أمير عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. فعندما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على الإمارة، لا يعني رئاسة الدولة فقط ولا رئاسة الحكومة، وإنما كل من يتطلع إلى مسؤولية يتحمل مسؤولية عن آخرين، سواء كان في المجلس العسكري، في المجلس الانتقالي، في المجلس المحلي، في أي جمعية مثلا تعاونية، أي مجتمع مدني، أي نشاط. إذا كان إنسان يريد أن يتطلع إلى هذه المسؤولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا سألتها وكلت إليها، وكلت إلى الدنيا، وكلت إلى الشيطان، وكلت إلى نفسك. ومن يوكى نفسه معناه هو سيتوقع الفشل، وسيتوقع الهزيمة، ويتوقع الذل، ويتوقع الخسارة. لأن الإنسان إذا استغنى عن الله عز وجل فإنه لن تقوم له قائمة، لابد أن يكون في كل عمله مخلصا متوكلا على الله. إذا توكلت على الله فالله عز وجل وأخلصت وعلم منك الإخلاص وعلم منك الصدق فإنه سيعينك على الخير، لأن هذا هو وعد الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد من أجل إقامة الحق، إقامة الشرع، إقامة العدل، رفع الظلم، إغاثة الناس، نفحهم، إصلاح أمرهم، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لنهدينهم سبلنا، يهديهم السبيل الصحيح والطريق الصحيح. يقول تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، عندما الإنسان يكون حريصا على شيء ينبغي ألا يسند إليه. والحرص ليس هو لأن بعض الناس يبقى يستعمل نفس الطريق السابق في اللجان الشعبية وهذه الأشياء اللي هي الآن
يعني الناس كلها علمتها وكلها علمت ما فيها من مساوئ ومن مفاسد، فقد يتغطى الإنسان بغطاء هكذا ويوكل للناس يقول ادفعوا بي وكل وأنا أريد كذا، وعندما أتولى سأعطيكم كذا، وستكون الغلبة لنا وستكون الغلبة لحزبنا أو لقبيلتنا أو لبلدنا. هذا لابد أن تحذروه، لأن هذه أمانة وستكون ندامة، وكل من يساعد على شيء من هذا فسيقع به ما وقع بمن قبلنا، في من قبلنا عبرة وعظة. الله عز وجل أخذ فرائن كثيرين، أخذ من الفرائن ما لا يحصى ولا يعد بسبب ظلمهم، بسبب سوء تصرفهم، بسبب سوء سلوكهم. فلا نريد أن نعيد الطريق مرة أخرى فينتقم الله منا كما انتقم ممن كان قبلنا. فمهما يكن الإنسان، إذا الأمر كله مسند والأمر كله مربوط بما في قلبك، التقوى هاهنا. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدر ويقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، لا بما تقوله للناس وبما تعلنه على الناس وأنت تخفي شيئا آخر في نفسك، هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأمر. إذا يصل بنا إلى هذه المسائل ويبقى ندخل في باب النفاق وباب الكذب وباب، يبقى حرصنا على أن نتولى المسؤولية لنغلب فيها على فيها أو لتحقيق مصالح شخصية، فإن الله عز وجل سينتقم منا جميعا. لا تسمح لهذا السلوك أن يخرج بيننا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة فإنها مهما تخفى على الناس تعلمي. إذا كان الإنسان في صدر شيء وإن حاول أن يتستر به ويستره على الناس، فإن الله تبارك وتعالى سيكشفه ويظهره. نريد الآن مكاشفات، نريد يعني شفافية، نريد وضوح، لأن هذا هو الذي يأمر به الله عز وجل. نريد أمر أن يكون شورى بيننا، نتصارح، نوضح الأمور، كل ما في نفسي أو في صدري شيء من مشكلة واقعة في البلد هنا أو هناك يصرح بها ويبينها ويبين الأدلة عليها. وإذا كان هناك إنسان يعارضه الفكر يعرض الأمر هذا نفسه ويبينه، بحيث نصل جميعا إلى كلمة سواء. هذا هو منهج الله، هذا هو العدل الذي أراده الله، وهذا هو الذي يفعله الآن أعداؤنا الذين تقدموا علينا وخلفونا مئات السنين خلفهم، ونحن ننتظر منهم المساعدات والإعانات والاختراعات. لماذا هم تقدموا؟ هل لأنهم خير منا في خلقتهم أو في ذكائهم؟ أبدا، ليسوا كذلك. كثير من علماء المسلمين ومن أهل بلادنا وبلاد الأخرى العربية والإسلامية هم من صانعي الحضارة في البلاد الغربية، لكن هناك نظام يقوم على الحق والعدل وإنزال الناس منازلهم وإعطاهم حقوقهم. لا يهمهم إذا كان هذا الإنسان أمريكاني ولا إنجليزي ولا فرنساوي ولا طلياني ولا ليبي ولا مصري ولا كان، لا يهمه. ليس عندهم هذه النظرة القبلية الضيقة التي عندنا. لو كانت عندهم هذه الفكرة مثل ما عندنا نحن وهذه الخلفية لما تقدموا أيضا. عندما يتقدم إنسان بمشروع مثلا في أمريكا يصير تمنيه من أي ولاية، أنت من أمريكا ولا من غير، إذا وجدوه من خارج أمريكا ومن ولاية لا يحبونها يهمشونه، فيقتلون فيه الهمة ويقتلون فيه النجاح ويقتلون فيه الطموح، وبذلك ترجع الأمة إلى الحضيض. هذا هو واقعنا، واقع البلاد العربية والإسلامية كان بهذه الصورة. ليس الأمر فيه إلى الكفاءات ولا إلى الخبرات وإلى التنافس الشريف وإلى الوضوح ولا إلى الشفافية، وإنما الأمر فيه إلى القبلية والعصبية والقرابة. هذه أمور نريد كلها الآن أن نتخلص منها، لأن هذا تخالف شرعنا وتخالف ديننا، لابد أن ننتبه إلى ذلك. هذه مسؤوليتكم كلكم، كل واحد مسؤول. ليس الأمر كما قلت لك هو في عنق فلان ولا علان والله هذا هو ذاك المسؤول عنا، ليس الأمر كذلك. الإصلاح يبدأ من أصغر شخص، من كل شخص في الشارع الإصلاح يبدأ منه. وكل من يفعل أمر فيه إصلاح ويقول قولا سديدا فإن الله تبارك وتعالى يعطي هذا الجزاء. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هل هناك شيء يتمناه الإنسان أعظم من هذا؟ أن يصلح لك عملك، يصلح الله لك عملك، بمعنى عملك كله في حياتك يبقى صالحا. يعني هذا أمر لا إنسان لو نقدر هذا الأمر قدره ليل نهار نحرص على هذا الأمر الذي أمر الله به، وهو أن نقول قولا سديدا، قولا نراعي فيه الله عز وجل، يلتزم بالحق
والعدل والصواب والأمانة. إذا فعلنا ذلك، لأن المسألة جزاء وشرط، أمر إن فعلتم ذلك، إذا قلتم القول السديد ما هو الجزاء؟ يصلح لكم أعمالكم، أعمالكم كلها تكون صالحة، ويغفر لكم ذنوبكم. ليس هناك مطمح وليس هناك شيء يتمناه الإنسان المسلم أعظم من هذا الجزاء. فهي انظر إلى، لأن الثواب والأجر ليس فقط كما يظنه الناس أن الإنسان يحافظ على الصلاة ويحج ويعتمر ويصوم الاثنين والخميس ويكفيه ذلك. ليس هذا هو الدين، هذا جزء من الدين، ليس هذا هو الدين كله، هذا جزء من الدين. الدين أن تعبد الله كأنك تراه، الدين أن تقيم العدل، الدين أن تأمر بالحق، الدين أن تحسن معاملة الناس وتوصل لهم حقوقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عدل ساعة أفضل من عبادة سنة، عدل ساعة أفضل من عبادة سنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة من أعمال الصالحة، صيام وصدقة وصلاة وحج إلى آخره، مثل الجبال هكذا، فيجعلها الله هباء لا تفيده شيء ولا تنفعه شيء. الصحابة تعجبوا من ذلك، وأصابهم فزع وأصابهم هلع، وقالوا صفهم لنا لعلنا نكون منهم، فيقع علينا هذا الوبال وهذا الوعيد الشديد. فقالهم: منكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بلسانكم، ولكنهم كانوا ويصومون كما تصومون، ويقومون من الليل، يصلون حتى بالليل والناس نيام، لكن ماذا صنعوا؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني يفعل الأشياء العباد كلها يفعلها، لكن عندما تسرد له أمانة بينه وبين الله وما يطلع عليه فيها أحد، يسرق الماء في جيبه، يظلم إنسان، يقول كلام لا يراعي فيه الله عز وجل، وإنما يراعي فيه مصلحته الخاصة أو مصلحة ناسه وأعوانه أو القبيلة التي من وراه، فينتهكون محارم الله إذا خلوا، يعني في غفلة من الناس، لأنهم أمام الناس سيعطونهم الكلام المعسول وينافقون ويكذبون، ولا يكون عندهم شفافية ولا مصارحة ولا كذا، وإنما يظهرون الحق ويبطنون الباطل. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه أعمالهم كلها لم تفيدهم، حتى صلاتهم، يعني طول الليل يصلي ويصوم ويتصدق، لم ينفعهم شيء. هذا المسلك نريده أن ينتهي الآن، لابد أن ينتهي، لأنه عاجلا وآجلا سينتهي. فكل من السابقين، كل من الأولين، كل من كان عنده مخالفة يجب أن ما في هناك أحد معصوم، لكن من تاب تاب الله عليه. يجب أن نرجع إلى صحائفنا ونغسلها ونبيضها من جديد، ونقيم فيها العمل الصالح، ونراقب الله عز وجل في أعمالنا. لابد من هذا الفهم الصحيح لدين الله ولشرع الله، لابد من هذا. ليس الفهم، لا نفهم الدين على أنه جزئيات، نعمل شيء ثم نرتكب غيره ونقول لا أنا صليت، أنا فعلت كذا، هل لا يفيده شيء؟ لابد أن يكون الدين شاملا لحياتك كلها، في معاملتك مع أسرتك، مع زوجتك، مع ولدك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع أعدائك أيضا. لابد أن تعاملهم بالعدل، لا تتحامل على أحد، لا تنتقم من أحد، لابد من إقامة العدل. العدل فيه الخير، يعني يعم الخير والرفاهية، والأرض تنبت والسماء تنزل منها الرحمات، والناس كلهم يعيشون في طمأنينة وفي استقرار. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل